السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بنتعلموا كيف نديروا برنامج أو تنصيب صامت للبرامج. كيف تنصيب صامت للبرامج؟ يعني البرامج مثلا لما بنجي بننزلها بتفتح لي صفحة الواجهة زي تول الفايبر انستول نيكست بلا 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 انستولينج وكذا واحد. لين يتم يطلع لي على سطح المكتب وبيدير رن. تمام بيدير رن. تمام نكتب رقمي وكذا واحد. ف أول حاجة نبي مجرد نفتح لي موقع. نبي مجرد ما نفتح على نضغط على اللينك البرنامج سيت اب ينزل البرنامج على طول، يعني من غير النكست نكست نكست وكذا واحد. في هالبرامج تتطلب الحاجات هي وتتطلب بروف اجريمنت وكذا واحد، موافقة وكذا واحد. ما نبوش حاليا، وقت ما ضيق. فتو حاليا نستعمل برنامج شيل توي. شيل توي هذا بناخذ منه الايقونة بس نتاع الفايبر، تنقول لكم علاش بعدين باش نستعمله. ناخذ الايقونة صفحة المكتب ايكون فايبر الايقونة بس مش البرنامج. هذا البرنامج جينا نمسح البرنامج الجهاز الفايبر سكيب باك اب. تمام اوكي هدفنا برنامج. توا نبغى نديرو تنصيب صامت للبرنامج هذايا. معظم الكودات وهذه الأيقونة، طبعا أيقونة بس بتاع البرنامج استعملها بعدين تنقولكم على كيف. معظم البرامج تستخدم في كود التنصيب اللي هو سايلنت، بس يعني داش تكتب مثلا بالطريقة هي سايلنت صامت به. كيف نتأكد بأن بينزل البرنامج وكذا واحد؟ نشغلوا بروسيس اكسبلورر باش نشوفوه. في الويندوز كيف يخدم او لا. اوكي ديرو ران. لاحظ بهالفايبر هنايا صار سيت اب. صار كأنه يخدم في الخلفية بس ما طلعتش الواجهة هذيك الأولى وما طلعش مني كذا ونزل على سطح المكتب. لاحظ تم جميل. صار عرفنا السويتش للتنصيب الصامت للبرنامج هذايا. طبعا في هلبا أكواد تانية وصي واحد بس راح نتطرقولها في البرامج. كل برنامج ليه كود او باكيت متاعه مجموعته، كل برنامج ليه
سويتش مش سويتش، يعني معظمهم يعتبر بالسايلنت هذا، يعني تنصيب الصمت هذا. شو نمسحه؟ فاير ريموف جميل، تمام كنت صح. سكر البرنامج تمام. البرنامج بناخدوه و نديروه في كأن ملف واحد بس، مجرد مناوط فيه يكون موجود فيه السويتش، فمش بالضرورة يعني بنخش من الرن وبنكتب هدايا الكود هدايا باش نشغل، يعني نبي نضغط عليه بس دبل كليك باش يخدم وينزل التنصيب صامت. ديرو كليك يمين وتستعملوا برنامج الويندرار اد تو ارشيف، اضغط على اد تو ارشيف. لاحظ كرييت اس اف اكس ارشيف، لاحظت هنا كيف تغيرت الاسم. خش على ادفانسد اس اف اكس اوبشن، اضغط عليها السيت اب، تاخذ اسم البرنامج كله بالكامل اللي درت عليه كليك يمين، طبعا تاخذها بالكامل، بتضيف عليه شني اهو سايلنت، تحط هنا بس امباك تمبرري، يعني فكه في الملف المؤقت اللي هو التمب فايل. ديسبلاي، ديسبلاي اول يعني يوريك كيف يدير وكذا، واحد يقول له هايد اول، انا بشيء شيء ما توريني شيء. ادفانسد فوتن موديل فوتن لايسنس، في عندك هاي الايقونه اللي بكر اخذناها اللي هي هذه، نستعملوها هذا في البرنامج بحيث يطلع هيك ايقونه جميله هيك للملف اللي بنطلعه سايلنت، هي الايقونه اوكي. اكستراكت اند ريبليس، يعني فك وبدل الموجود. اسك بيفور اوفر رايت، يعني اسال ما قبل ما تبدل، قول لا لا اوفر رايت اول فايلز، امسح لك امسح وصب فوقه اللي كان تلقاه موجود، مرات يكون موجود البرنامج. مجرد ما ندير اوكي راح يطلع لي هنايا واحد باسم، ديرو سايلنت سايلنت انستول دير اوكي، لاحظت شو طلع لي هنايا قاعد يدير فيه. شوف الايقونه كيف تتغير، لاحظ جميل، طلع لي برنامج كامل للفايبر اسمه فايبر سيت اب سايلنت انستول، جميل. كيف نتاكد بانه يخدم ولا لا؟ مجرد ما نضغط عليه دبل كليك بيبان لي هنا، تمام. نضغط دبل كليك بينزل يدير سيت اب، وبيبان لي هنا في الاكسبلورر بروسيس اكسبلورر، يطلع لي هنايا وبيطلع على سطح المكتب لو نجحت يعني العملية. اضغط دبل كليك، لاحظ هنايا دار الفايبر ودار في التمب وقاعد يدير في سيت اب بدون ما يشارك ولا يطلع لك رسالة ترحيب ونكست وما الى ذلك. تستنى لين يطلع على سطح المكتب، لاحظ على سطح المكتب بتاعي تو كيف نزل الفايبر تسكر تفتح الانستول، لاحظ تو بينفتح تقريبا براحه تقريبا يس بينفتح. لا ما يفتحش،
تمام افتح تمام. وهذا هو درس اليوم، السلام عليكم ورحمة الله. الدروس الجاية إن شاء الله نتطرق للسويتشات التانية كذا واحد، والبرامج اللي تساعدك باش تديرها وتستمر فيها من يوزر إلى بروفيشنال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.